مشاهدينا الأحباء، فيما يسارع العالم للقضاء على وباء كورونا المستجد، ظهرت هناك سلالات جديدة في بعض دول العالم. السلطنة حسب وزارة الصحة سجلت عدد من إصابات بالسلالة الجديدة. حديث أوفى عن الوضع الراهن بالنسبة للسلطنة وعن الوعي المجتمعي تجاه أيضا كوفيد-19 برفقة ضيفتي الكريمة عبر هذا الاتصال المرئي. تنضم معنا الدكتورة فاطمة بنت محمد اليعقوبية، رئيس قسم السل والأمراض الحادة التنفسية الحادة بدائرة الأمراض المعدية بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض. مساء الخير دكتورة فاطمة، ونرحب بك في برنامج من عمان. مساء الخير بيان، ومساء الخير على جميع المشاهدين، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. واجبنا. بداية نريد أن نتعرف على الوضع العالمي بالنسبة للسلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قدر الله أن ينتهي عام 2020 ويبدأ عام 2021، وما زال مرض كوفيد-19 محور اهتمام العالم كامل. كما تفاجأنا في بداية هذا العام بانتشار السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة، والتي سميت فيما بعد بالسلالة المتحورة B.1.1.7. طبعا هذه السلالة تم اكتشافها في البداية في تقريبا شهر سبتمبر. قبل ذلك أود أن أعطي نبذة عن الأعداد العالمية. فوصلت أعداد الحالات المسجلة بالنسبة لكوفيد-19 على المستوى العالمي وفاقت 100 مليون حالة، كما فاقت عدد الوفيات 2 مليون حالة بشكل عام. سجلت في الفترة الأخيرة بعض الدول تزايد كبير في عدد الحالات، منها الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، البرازيل، وكذلك الولايات المتحدة. وكما ذكرت في البداية أنه على بداية سبتمبر تم اكتشاف هذه السلالة عن طريق التحليل التسلسل الجيني الذي كانت بريطانيا والمملكة المتحدة قد بدأت في عمل هذه الدراسة منذ بداية الجائحة. فسبحان الله اكتشفوا هذه الطفرة، ثم فيما بعد اكتشفوا أن هذه الطفرة متواجدة في العديد من العينات التي تم تجميعها من المرضى المصابين. وبعد فترة وجيزة بدأت هذه السلالة بالانتشار في تقريبا جميع أنحاء بريطانيا، ثم لما قامت الكثير من الدول بعمل التحليل التسلسل الجيني أيضا اكتشفت أن هذه السلالة موجودة لديها مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، وأيضا دول أخرى. نعم. وهذه السلالة المتحورة هي ليست الوحيدة، فقد اكتشفت أيضا بعض الدول عن طريق تحليل التسلسل الجيني وجود أيضا سلالات أخرى مشابهة، منها السلالة التي اكتشفت في جمهورية جنوب أفريقيا وأخرى في البرازيل. ماذا يميز هذه السلالات؟ للأسف الشديد أنه هذه السلالات تميزت بسرعة الانتشار، فتنتشر من شخص إلى آخر بسرعة كبيرة. كما أيضا أشارت دراسة حديثة في المملكة المتحدة أنه نتيجة انتشار هذه السلالة بطريقة سريعة أدت إلى زيادة في عدد المنومين من المرضى في المستشفيات، وكذلك زادت نسبة خطر الوفاة أيضا. نعم. طيب بالنسبة للوضع المحلي دكتورة فاطمة، كما تشير أيضا الدراسات نعم، وزارة الصحة أشارت الوضع أن هناك تسجيل لأعداد بسيطة السلطنة. تفضلي. نعم. تفضلي دكتورة. نعم، يعني أيوة، بالنسبة لسلطنة عمان، يعني بعد ما بدأنا نشهد تناقص في عدد الحالات تقريبا من نهاية ديسمبر على بداية يناير، لاحظنا زيادة بسيطة خلال الأسبوعين الماضيات في خاصة في تنويم المرضى المنومين. وبمجرد إعلان المملكة المتحدة عن وجود هذه السلالة عملت الوزارة خطة بحيث أنها
تستطيع أن تعرف ما إذا كانت هذه السلالة موجودة في البلد أو لا، خاصة أنه بعد فتح المطارات والمنافذ الجوية والمنافذ البرية كان في نظام وإجراءات السفر التي تم اعتمدتها السلطنة ساعدت كثير في الحد من انتشار الفيروس القادم من الدول الأخرى. فبطريقة منظمة تم أخذ بعض العينات من بعض المرضى اللي هم مرتبطين بالسفر، ولله الحمد اكتشفت بعض الحالات. الحين حاليا سجلت 6 حالات، فيما يوجد تقريبا قرابة 200 حالة مشتبهة تنتظر التحليل الجيني لإثبات ما إذا كانت تعود إلى إحدى هذه السلالات المتحورة. نعم دكتورة، السؤال الأهم هنا يعني بالنسبة أيضا، كيف ستؤثر أو سيؤثر ظهور هذه السلالة الجديدة على اللقاحات؟ ما مدى فعالية اللقاحات على هذه السلالة الجديدة أو الفيروس المتحور؟ نعم بيان، إلى الآن الدراسة لا يوجد أي أدلة تشير على أن اللقاح المتوفر حاليا والمجاز من الهيئات الدولية أنه قد تأثر باللقاح بهذه اللقاحات. فاللقاحات المتوفرة الآن نستطيع أن نقول أنها تستطيع أن تحمي أولا من انتشار المرض بين أفراد المجتمع، الشيء الثاني تحمي من أن إذا أصيب الشخص بهذا الفيروس لا تسبب مضاعفات كبيرة تؤدي إلى الوفاة مثلا. نعم. فإلى الآن لا يوجد أبدا أي أدلة، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الأدلة خاصة بالنسبة للسلالات المتواجدة في جمهورية جنوب أفريقيا وكذلك البرازيل، أنها وجدوا عن طريق الدراسات المخبرية أنه بإمكان هذا الفيروس أنه يعني أنه الأجسام المضادة اللي موجودة في جسم الإنسان قد لا تستطيع أن تتحكم في هذا الفيروس، فالإنسان الذي قد يصاب بهذه السلالة ممكن أنه يصاب مرة أخرى بفيروس كوفيد-19، بمعنى أنه لا يوفر تلك الحماية. ولكن إلى الآن لا توجد لنا أدلة، لدينا أدلة أنه عندنا السلالات الأخرى هي فقط السلالة المسجلة في المملكة المتحدة اللي هي B117 حتى الآن. يعني دكتورة أيضا، كما أعلنت وزارة الصحة أنها ستبدأ بتطعيم فئة مستهدفة جديدة من فئات المجتمع باستخدام اللقاح المصنع من شركة استرانزينكا. نتحدث عن هذا اللقاح بالذات، خاصة أن السلطنة بدأت بفايزر بيونتك في البداية، وعن الفئات المستهدفة في هذه المرحلة ستبدأ يوم الأحد القادم كما أشرت. نعم بيان، طبعا الوزارة وضعت خطة أنه في المرحلة الأولى سيتم تطعيم ما يقارب 20% من المستهدفين. بدأنا في المرحلة الأولى وتم باستخدام لقاح فايزر تطعيم فئة، عدة فئات تقريبا، تم تطعيم 27,000. هذه الفئات هي من كبار السن المصابين بمرض السكري وكذلك المصابين بأمراض القلب وكذلك المصابين بأمراض الكلى، كما تم تطعيم فئة من الكادر الطبي وهم العاملين في أقسام كوفيد-19. بالنسبة للفئة الجديدة التي سيتم تطعيمها بلقاح أسترازينيكا ستكون هم كبار السن التي تفوق أعمارهم 65 سنة، بغض النظر عن كونهم مصابين بأمراض مزمنة أم لا. يعني كل من يقارب عمره 65 فما فوق هو من الفئة المستهدفة للقاح الأسترازينيكا. لقاح الأسترازينيكا هو من اللقاحات التي تختلف نوعا ما في آلية عملها عن لقاح الفايزر، وذلك عن طريق أنه هذا اللقاح يعمل باستخدام الناقل الفيروسي، حيث يستخدم في هذا اللقاح فيروس من فيروسات الرشح المعدل، بحيث يحمل الجينات التي ستنتج فيما بعد البروتين الشوكي، مما يؤدي إلى تحفيز الجسم لإنتاج الأجسام المضادة. نعم
نحن دكتورة نختم هذا الحديث بأهمية الوعي، السلاح الوحيد في هذه المعركة، وإن استجدت أسلحة أخرى لابد من أن نلتزم جميعا بكل الإجراءات الاحترازية. رسالتك للمجتمع من خلال هذه المحطة. نعم بيان، أريد أكد وأنوه أنه وجود اللقاح أو يعني دخول اللقاح إلى أي بلد لا يعني أنه نتوقف عن الإجراءات الاحترازية والمهمة، وهي لبس الكمام وغسل اليدين والتباعد الجسدي. لماذا؟ لأنه اللقاح إلى الآن ونتيجة لوجود أعداد محدودة في العالم، كل العالم نحن نعيش بنفس الظروف، وكل العالم يتسابق أنه يوفر اللقاحات المطلوبة. طبعا الأولوية للفئات التي هي أكثر عرضة للتنويم وأكثر عرضة للوفاة، لذلك أعطيت الأولوية على مستوى العالم. وهذا يعني أن هناك فئات أخرى معرضة أيضا لخطر الإصابة، لذلك حتى نحمي الجميع سنعطي اللقاح على مراحل للفئات المعرضة للخطر. نحاول جميعا، يعني إذا فئة واحدة استمرت على المحافظة على الإجراءات الاحترازية لن ينفع. الجميع والجميع في كل دول العالم يجب أن يتبع الإجراءات الاحتياطية الاحترازية، يمارسها بشكل يومي حتى نستطيع أن نقضي على هذا المرض. والالتزام إضافة إلى ذلك ليس فقط لبس الكمامة. صحيح، الالتزام يضمن سلامتك يضمن وسلامة الجميع. يضمن لنا أن نقصر هذه المدة. نعم. شكرا. يعني خاصة في وجود هذه السلالات المتحورة. صحيح. صحيح. شكرا لك دكتورة على هذا الحديث. خاصة في وجود هذه السلالات المتحورة. صحيح. ضروري أن يكون اللي ما عندناها في احتمال أنه. صحيح دكتورة، ظهور هذه السلالات تستدعي تكاتفا أكثر وتستدعي تعاضدا بين أفراد المجتمع من خلال الالتزام بكل الإجراءات التي ذكرتيها. كانت معنا مشاهدينا دكتورة فاطمة بنت محمد اليعقوبية، رئيسة قسم السل والأمراض التنفسية الحادة بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض. وبهكذا أيضا إلى متابعة أخرى في حلقة الليل من برنامجكم من عمان، تفاصيل عن الخنجر العماني في هذا التقرير. متابعة طيبة لكم.